إلى ذلك نظمت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية نظمت مسيرة حاشدة ضمت ما يقرب من 1000 متطوع طافت شوارع المحافظة. وخلال المسيرة ندد المتطوعون بممارسات إسرائيل، حيث أعلنوا تعاطفهم التام مع المدنيين من أهالي فلسطين والأطفال، وأكدوا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى كل الدعم من الشعب المصري الذي نزل في الميادين للتعبير عن الوقوف بجانب قرارات الدولة. نازلين تأييدا لقرارات السيد رئيس الجمهورية فيما يخص الحفاظ على الأراضي المصرية والهوية المصرية اللي بنعتز بيها. النهاردة متواجدين كمان دعما للقضية الفلسطينية، والرسالة رسالة للعالم كله بأن مصريين واقفين دايما في ظهر أشقائهم الفلسطينيين. ملايين من الشعب المصري نازلة لمساندة القضية الفلسطينية ولدعم قرارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا الحمد لله رب العالمين المساعدات النهاردة بدأت تنفذ وان شاء الله تخش، واحنا الشعب المصري الوحيد اللي تبرع بدمه للشعب الفلسطيني. بنوصل رسالة للقيادة السياسية المتمثلة في سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنقول له احنا خلف سيادتك في كل قراراتك، وبنقول النهاردة احنا خارجين عشان نقول للشعب الفلسطيني احنا كلنا نسيج واحد وشعب واحد، واحنا مصر دايما موقفها معروف في القضية الفلسطينية. احنا النهاردة جايين نقف ورا الرئيس عبد الفتاح السيسي وبنقول له احنا معاك وبندعمك وفي ظهرك في كل قرار بتاخده، لان عارفين قراراته ازاي حكيمه وازاي الناس عارفه الرئيس يقدر امتى يقول اه وامتى يقول لا. وبنقول لشعبنا وشعب مصر احنا جايين النهارده نقف عشان نقدم المساعدات وندعو ان هي تخش النهارده المعبر لاهالينا في غزه، وبنقول لهم احنا معاكم قلبا وقالبا واحنا اهل واحنا شعب واحد. أنا النهاردة نازلة بأيد قرار الرئيس إن إحنا نقف جنب إخواتنا في فلسطين وننزل ندعم القضية بتاعتهم ونعرفهم إن هما مش لوحدهم، وإن قضية التهجير دي إحنا كلنا ضدها وخلف سيادة الرئيس في أي قرارات هياخدها بخصوص القضية الفلسطينية وبخصوص حل النزاع اللي بيحصل هناك. بنرفض بكل ما نمتلك من قوة العدوان الإسرائيلي الغاشم على شعبنا من أهل فلسطين، ونرفض بكل ما نمتلك من قوة تهجير الشعب الفلسطيني، ونرفض وآخرها ما يحدث من ضرب أو القصف مستشفى المعمداني فوق كل القوانين الدولية وفوق كل المعايير والمحاكمات الدولية إن هم يقصفوا مستشفى فيه أطفال ونساء وشيوخ. بنحيي القيادة السياسية وموقفها الواضح والصريح، وإحنا بنقول الحمد لله في الظروف دي. يمكن من فترة الشعب المصري كله من جميع الطوائف كلها ملتفة وراء القيادة السياسية برئاسة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. التصريحات واضحة وصريحة والموقف المصري واضح، وإحنا كلنا نازلين النهاردة عاملين لقرارات السيد الرئيس.